وعن استمرار استهداف الميليشيات للأهداف المدنية والمطارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. سيادة العميد، مرحبا بكم. يعني مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بعد سقوط صواريخ كاتيوشا على منزل قرب مطار بغداد الدولي، تحديدا في قرية البعامر في الرضوانية، لكن هنا كيف يمكن قراءة هذا التطور بتوازيا مع أنباء تفيد بقرار واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد؟ تفضل سيادة العميد. حياك الله أخي الكريم. أخي، بداية هذه الهجمات الميليشياوية هي عبارة عن إطلاق صواريخ عمياء تحمل في محركاتها تبادل المنفعة لأطراف النزاع المصطنع، اللي أقصد هنا بين الميليشيات اللي هي أدوات إيرانية وأمريكا. فالميليشيات من هذه الهجمات تسعى لإظهار نفسها بأنها تقاتل الأمريكان ولكن دون إيذائهم، وهي بهذا تنصاع شكلا ومضمونا لرئيس الإرهاب خامنئي. أما أمريكا بدورها أيضا تستفيد من هذه الهجمات بإصرارها على البقاء في العراق تحت ذريعة محاربة الميليشيات وحماية بعثاتها ومصالحها في العراق بعد أن خمد ملف تنظيم الدولة. وعليه هذه الهجمات هي عبارة عن معارك مسيطر عليها بأدوات عشوائية تحرك من جار السوء إيران، نعم، ومخرجاتها الدم العراقي المسال جراء الكاتيوشا الميليشاوي والباتريوت الأمريكي. وبهذا يمكننا أن نطلق على هذه المعركة المفتعلة هي حرب منزوعة الأخلاق. طيب سيادة العميد، لكن هنا إلى أي مدى باتت الميليشيات تشكل خطرا على الشعب العراقي وعلى البعثات الدبلوماسية؟ الميليشيات لا تشكل خطر، وهنالك أخي ثابت يحكم العراق منذ عام 2003 أي بعد الاحتلال، هو إبقاء العراق خارج منظومة الاستقرار الأمني مع استمرار الفوضى السياسية. وفق هذا الثابت تتحرك الاستراتيجيتان للاحتلال الأمريكي والإيراني، نعم، في الجغرافيا العراقية لتصل لمرحلة الصراع المسيطر عليه. أيضا يتعامل مع هذا الثابت متغير وهو ملف الانتخابات سواء الأمريكية أو العراقية، الذي كلما اقتربنا منه تفعل، نعم، هذه الاستراتيجيات وتحرك الأدوات. ومن هنا نرى ارتفاع التهديدات الإعلامية والدبلوماسية الأمريكية وتنشط الميدان ميليشياوي والملف الأمني. إذن الميليشيات هي ليست طرف في النزاع ولكن أداة صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإدارة الملف العراقي وفق ما يرونه، وفق صراع مسيطر عليه دون اختراق الخطوط الحمراء. سيادة العميد، يعني هناك مجموعة من التساؤل، ولكن أنقل لك تساؤلا، يعني ما الذي يمنع القوات الحكومية من التدخل لكي تضع حدا للميليشيات التي توصف بالمنفلتة؟ ما الذي يمنعها من ذلك؟ لا توجد لدينا قوات حكومية. اليوم المسيطر هو الميليشيات على الملف الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي. لذلك عندما نرى الكاظمي يجري تغيير هنا وهناك، تتدخل الميليشيات والأحزاب المؤتلفة معها لصد هذه التغيرات. عند احتلال العراق أول ركيزة مهمة في العراق هو ركيزة الأجهزة العسكرية والأمنية، المؤسسة العسكرية والأمنية، لذلك تم اجتثاثها وأملشتها. إذن وواشنطن تدرك هذا جيدا طبعا. اليوم من يحكم العراق ليس السياسة وليس المنظومة الحكومية، من يحكمه هو السلاح الميليشاوي الحر الغير مقيد والمسيطر عليه إيرانيا. سيادة العميد، الكاظمي توعد بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القصف قرب مطار بغداد الدولي. هذا التهاون من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأجهزة الأمنية الحكومية، ألا يساعد بازدياد الهجمات، خاصة إذا ما علمنا أن بعض البعثات الدبلوماسية يعني هي على وشك تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في العراق؟ أخي الكاظمي فاقد للقرار والسيادة، فلا يستطيع تغيير أي شيء. الكاظمي عبارة عن موظف موجود في رئاسة الوزراء، لذلك هم دائما يركزون يقولون هو ليس رئيس الوزراء ولكنه رئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء متكون من جميع هذه الأحزاب الطائفية التي تضم في ثناياها الميليشيات. الكاظمي فاقد للقرار، لا يستطيع أن يعمل شيء أمام هذه الميليشيات. والهجمات هنا أخي الكريم هي هجمات مفتعلة،
سترتفع إلى أقصى ما يمكن، وكذلك تتوائم معها التصريحات والتهديدات الأمريكية وصولا لغاية معينة يتفق عليها الأمريكان والإيرانيين. ولذلك لا نستبعد قد نرى قريبا اتفاق ضمني بين أمريكا وإيران بتغيير جلد الميليشيات، أي تغيير يعني سيادة العميد بالمؤسسة الحكومية ما تسمى طيب. المؤسسة الحكومية مقابل رفع العقوبات. سيادة العميد يعني واضح نعم. واضح من كلامكم أننا لا نتوقع في الأيام القادمة ردا أمريكيا يطال الميليشيات، خاصة بعد أحداث اليوم لا نتوقع ردا أمريكيا على ذلك. نعم، وهذه هي أمريكا أخي، تصنع الإرهاب وتستحدث الأدوات وشخوصي ثم تظهر نفسها أنها تقاتله، ولكن في حقيقة الأمر هي تستبدل الأدوات لتضمن بقائها في البلدان ومنها العراق. من بغداد العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، شكرا جزيلا لكم.